أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. ارتفعت مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية إلى أكثر من 140 مليون دولار مقابل مبيعات زادت على 123 مليون دولار في مزاد العملة الأجنبية يوم أمس. وأوضح البنك أن سعر الصرف بلغ 1190 دينارا لكل دولار في المزاد المنعقد بمشاركة 34 مصرفا بالإضافة إلى شركة واحدة للتحويل المالي. وتابع البنك أن حجم المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغ أكثر من 138 مليون دولار فيما قدر إجمالي النقد المباع بنحو 36 مليون دولار. قال المدير التنفيذي لسوق الأوراق المالية طه عبد السلام إن نسبة تداولات قطاع المصارف في سوق الأوراق المالية بلغ نسبة تصل إلى 74%، فيما شكل قطاع الاستثمار المالي نسبة تداول لم تتجاوز 1%. وأضاف عبد السلام أن التقرير النصف السنوي الذي أصدره السوق حمل مؤشرات مهمة، منها أن السوق نظم 120 جلسة تداول تم تداول فيها أسهم ل 72 شركة، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 306 مليار سهم. وبالنسبة لعدد الأسهم المتداولة المشترات من قبل الأجانب، أكد عبد السلام أنها بلغت 20 مليار سهم بقيمة تصل إلى 40 مليار دينار، وهو ما يمثل 7% من مجموع عدد الأسهم المتداولة. قال المتحدث باسم وزير الكهرباء محمد فتحي إن الوزارة تنتظر رداً من الجانب السعودي على مجموعة مقترحات سلمتها الشهر الماضي بشأن الطاقة الكهربائية. وأضاف فتحي أن المقترحات تتعلق بمد خطوط لنقل الطاقة الكهربائية بين البلدين وإنشاء محطات إنتاج للطاقة الكهربائية تكون قريبة على العراق. وأوضح فتحي أن الجانب العراقي بانتظار وصول الرد السعودي على المقترحات كي يتم البدء بالخطوات الفعلية على أرض الواقع حال الموافقة. قال مدير عام شركة تجارة الحبوب في وزارة التجارة نعيم المكسوسي إن وزارة المالية أطلقت الدفعة الأخيرة من مستحقات مسوقي الحنطة لموسم 2018. وأضاف المكسوسي أن قيمة الدفعة بلغت 410 مليارات دينار، والتي بمقتضاه ستتمكن الوزارة من سداد كافة مستحقات مسوقي الحنطة للموسم الحالي. يذكر أن الشركة أطلقت موسمها التسويقي في منتصف شهر نيسان الماضي، وإن إجمالي الكمية المسوقة لمخازن الشركة تجاوز 2,305,000 طن من الحنطة. قال مصرف الرافدين أنه أطلق دفعة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين 5 و10 ملايين دينار عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني. وأضاف المصرف أن الدفعة الجديدة سيستفيد منها نحو 1438 موظف من دوائر الدولة المختلفة. وأوضح المصرف أن الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي إليها، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.